الأستاذ فائق. أستاذ فائق، ليش تكونوا المهمشين؟ يعني إذا أنت حزب قوي وعندك كلمتك وعندك تكون صاحب قرار وموقف، هذا ما يطرح أستاذ مهدي. إذا أنت حزب ولديك قاعدة جماهيرية وقرار. نعم، في الفترة السابقة كان هناك تهميش في الحكومة السابقة. نعم، والحكومة السابقة بالمناسبة كانت أفشل حكومة في تاريخ كردستان جميعا. ونحن أيضا الآن نتحدث عن المقبل. المقبل مرفوض جدا مجرد التذكير حتى بالتهميش خلال الحوارات وما بعد الحوارات. أصلا إذا التمسنا من عندهم تلك العقلية نفسها فالحوارات لن تتم بسهولة وسلاسة، بل بالعكس لن نقبل بأي شكل من الأشكال مجرد حتى التفكير بالتهميش. زمن التفكير بالتهميش واستغلال الأغلبية انتهى. اليوم الحزب الاتحاد الوطني رقم صعب جدا في المعادلة. حكومة إقليم إدارة إقليم كردستان القادمة سيكون حضور الاتحاد الوطني أقوى من السابق. يعني اليوم نحن نبحث عن رئاسة الحكومة أو رئاسة الإقليم. القضية لم تعد كما سابق، لن نقبل أبدا بالسابق. مجرد حتى أن يفكروا بالتهميش الاتحاد هذا مرفوض رفضا باتا. لذلك نحن أيضا نتحدث عن المرحلة المقبلة، عن الحوارات. شنو اللي يجعل الاتحاد الوطني اليوم يتحدث بهذه الأريحية وهذه الثقة؟ شنو اللي يجعلكم اليوم تتحدثون بهذه الأريحية وهذه الثقة؟ وهل هناك خيارات وحلول أخرى بعيدة عن الاتحاد الوطني من الممكن اللجوء إليها؟ الثقة جاءت بعد نتائج الانتخابات. يعني تقليص الفارق ليس بقليل، انخفاض أغلبية أو انتهاء أغلبية الحزب الديمقراطي.